السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، موعدنا النهاردة إن شاء الله تعالى محل ملحق كتاب المعاصر 2024، بداية من بيج 79-79. نبدأ بسم الله. محافظة المنيا، إدارة المنيا التعليمية، نص الاستماع نبدأ بسم الله تعالى. نمبر 1، listen and write your phones، يعني استمع واكتب صح أو خطأ. نمبر 1، ماهر has got five brothers، لديه خمسة إخوة، لديه one brother، من خلال نص الاستماع يبقى هنا فولس خطأ. Number 2, Maher and his brother go to school by train. بيذهبون للمدرسة بواسطة القطار. لا طبعا، بيذهبون on foot، سيرا على الأقدام. يبقى هنا عندي false. So on number 3, they go to the park on Friday. بيذهبون إلى الحديقة في يوم الجمعة. True، صحيح، من خلال نص الاستماع. Number 2, listen and complete. Number 1, Sammy likes sports. يعني سامي بيحب الرياضة. Number 1, sports. Number 2, Sammy is good at. Good at بيجي بعد منها ال verb plus ing أو الفعل المضاف له ing أو بيجي بعد منها noun اسم. Sammy is good at، بارع في swimming، السباحة. So number 3, Sammy wears، بيرتدي طبعا نظارة السباحة، يبقى his goggles when he swims عندما يسبح، من خلال نصوص الاستماع. سؤال number 3, choose the correct answer from A, B, C or D. The number one, there might be a power cut. Make sure you have. يعني ربما أو احتمال يكون في قطاع في التيار الكهربائي. طبعا تأكد يكون عندك torches، اللي هي عندي كشافات. Wires, أسلاك. Umbrellas، شمسيات. Chairs، كراسي. Number two, the nightmare is very bad at space. الكابوس بيكون حلم سيء، يبقى هنا dream، حلم طبعا هنا bad dream. Name اسم، person شخص، drink يشرب. So number three, we don't. don't طبعا هنا نفي، ده طبعا بتأتي نفي، في النفي طبعا بيأتي any، يبقى we don't have any apples، يبقى ليس لدينا أي تفاح. ده اسم جمع، يبقى an بتأتي قبل الاسم المفرد الذي يبدأ بصوت متحرك، و a قبل الاسم المفرد الذي يبدأ بصوت ساكن، و some تأتي في حالة الإثبات والعرض والطلب، ودي نفي، يبقى اللي بتيجي في النفي عندي any. بعد كده عندي السؤال number 4، the space، هنا طبعا هنا was، ده السؤال في الماضي المستمر، الفاعل was أو were، الفيرب بلس ing، وبقية الجملة عندي to Cairo by train، للقاهرة بواسطة القطار. was بتيجي مع طبعا ال I was، أنا كنت، بسافر إلى القاهرة بواسطة القطار. ال you وال we وال they بيجوا مع were. number 4, read and match USB. التوصيل I am good، طبعا بيجي بعد منها الفيرب بلس ing، بيجي بعد منها كلمة الحرف الجر at، زائد الفعل المضاف له ing، أنا جيد أو بارع فيه، طبعا عندي swimming، السباحة. يبقى الإجابة عندي B. Number 2, we buy fruit، نحن نشتري الفاكهة طبعا من السوبر ماركت، الإجابة عندي D at the supermarket، من السوق. Number 3, I need a sweater because أو because، أنا بحاجة إلى سترة أو sweater because بسبب، بحتاجه طبعا ليه، لأن لما يكون الجو برد طبعا because it's cold at night، لأن الجو أو الطقس بيكون بارد ليلا، يبقى الإجابة عندي E. So number 4, what's your favorite؟ طبعا sport، ما هي رياضتك المفضلة؟ الإجابة عندي A. بعد كده عندي بيقول لي read number 5, read the text، اقرأ النص and answer the question، وأجب عن الأسئلة. When a harmful or when harmful chemicals go into water bodies like rivers, lakes and seas. بيقول لي عندما تتسرب المواد الكيميائية الضارة إلى المسطحات المائية، اللي هي عندي water bodies، دي اسمها المسطحات المائية. يبقى لما تدخل المواد الكيميائية الضارة، أو عندما تدخل المواد الكيميائية الضارة للمسطحات المائية، مثل طبعا عند الأنهار والليكس البحيرات وسيز البحيرات، اللي هي عذرا البحار، يبقى بتكلم على الأنهار والبحيرات والبحار. يبقى طبعا هنا بيقول لي عندما تتسرب المواد الكيميائيه الضاره للمسطحات المائيه مثل الانهار والبحيرات وسيز البحار، we call this water pollution، فاننا نسمي او نسمى هذا بتلوث المياه. water pollution، تلوث المياه، can kill organisms that live in the water such as fish, birds, طيور and crabs، والكابوريا او اللي هي سرطانات البحر. يبقى طبعا كمان يمكن ان هي تقتل المياه الملوثة، الكائنات الحية اللي هي الايه الاورجانيزمز ذات التي تعيش في المياه، مثل طبعا السمك والطيور والايه الكرابس اللي هي سرطانات البحر. it can also، كمان يمكنها ان تقتل kill birds، طيور that eat fish، وكمان يمكنها ان تقتل الطيور التي تاكل الاسماك. water pollution اللي هي تلوث الماء can cause animals to lose their homes
and change their habitats. كمان يمكن تزود تلوث المياه ده طبعا بيؤدي الى فقدان الحيوانات لمنازلها وتغيير مواطنها. We should save as much water as possible. يجب ان احنا نوفر المياه او نوفر الكثير من الماء قدر الامكان. يبقى هنا عندي كلمه as possible ديت اللي هي بمعنى قدر الامكان. We shouldn't throw garbage in in on or او عذرا garbage يعني اللي هي القمامه يعني او الزباله اعزكم الله in or او طبعا في نير بالقرب اليك البحار اور طبعا بيتش الشاطئ. يبقى نحن يجب ان احنا نوفر الكثير من الماء قدر الامكان وكمان لا يجب ان احنا نرمي القمامه اللي هي عندنا we shouldn't throw garbage in في يعني اور او نير بالقرب من البحيره او الايه الشاطئ. بعد كده عندي بيج 80 صفحة 80 بيقول لي choose the correct answer from A, B, C, or D. The main idea of the text about is about space pollution. فكرة رئيسية للنص حول water pollution اللي هو تلوث الماء. Land معناها طبعا عندي الأرض يعني والنويز معناها صاخب أو مزعج يعني أو ضوضاء. يبقى land الأرض والنويز اللي هو صاخب أو ضوضاء وair معناها طبعا الهواء. بعد كده السؤال نمبر 2 the underline word garbage means الكلمة التي تحتها خط تعني القمامة أعزكم الله. طبعا هنا trash بمعنى القمامة. أما paper الورق وعندي هنا cities أو cities اللي هي المدن وboxes أو boxes اللي هي الصناديق. يبقى طبعا كلمة garbage بمعنى trash القمامة نفس المعنى يعني. السؤال بعد كده عندي نمبر بي answer the follow question اجيب عن الاسئله التاليه. السؤال الاول بيقول لي what are water bodies ما هي المسطحات المائيه. طبعا المسطحات المائيه احنا قلنا الwater pollution عذرا المسطحات المائيه احنا قلنا المسطحات المائيه دي بتكون عباره عن اللي هي طبعا الاسماء البحيرات والانهار والايه كمان البحار. يبقى water bodies اللي هي المسطحات المائية R بتكون lakes البحيرات seas البحار and rivers والأنهار. ده من خلال نصوص الاستماع برضو ده تعريف الايه المسطحات المائية بتكون هي طبعا البحيرات والبحار والأنهار. Number 4 what does polluted water destroy ماذا يدمر الماء أو تلوث الماء. ايه اللي بيدمره ما الذي يدمره أو ماذا يدمر تلوث الماء. بيدمر ايه؟ polluted water destroys يدمر the habitats اللي هي البيئات. بعد كده عندي number 6 reorder the words to make correct sentences. reorder رتب the words الكلمات to make لكي تكون correct sentences يعني جمل صحيح. نبدأ بالفاعل فعل وطبعا لو عندي مفعول بكمل. I like I يعني أنا طبعا ده الفاعل فاعل اسم أو ضمير والضمير ده بيحل محل الاسم أو ينوب عنه. يبقى I like هنا معنى طبعا أنا أحب fish السمك and chicken والدجاج. Number 2 نبدأ طبعا بالفاعل we بعدين عندي verb to be بتوي بتاخد r a healthy family يعني نحن نكون عائلة صحية. بعد كده عندي number 3 السؤال طبعا هنا what would you like أداة استفهام فعل مساعد فاعل فعل في المصدر. ده تكوين السؤال في اللغة الإنجليزية تكون من أداة استفهام فعل مساعد والفاعل والفعل في المصدر بدون أي إضافات. يبقى هنا what would you like ماذا تود أو ماذا تحب. سؤال نمبر 4 ادي 8 طبعا بتيز الفاعل وهنا فيرب تو بي وعندي الصفه عندي هنا هات حر طبعا او اللي هو بمعنى ساخن او حر. يبقى اتس هات الجو حر ان سمر في الصيف. بعد كده نمبر 7 بانكت ويز ذا فولوينج ماي فيفورت فود از رايس يعني طعمي المفضل بيكون الارز. الام كابيتال ونقطه عشان دي جمله خبريه. بعد كده عندي نمبر 8 بيتكلم عن الباراجراف بيقول لي write a paragraph of about 40 words حوالي او عن حوالي 40 كلمه using باستخدام the following guiding elements باستخدام العناصر الاسترشاديه او المساعده. A job you يعني وظيفه انت طبعا would you like تودها طبعا to do للقيام بها in the future في المستقبل. Guiding elements عناصر المساعده. السؤال الاول بيقول لي name of the job يعني اسم الوظيفه طبعا افيد طبيب بيطري. What do you do in this job ماذا تفعل في هذه الوظيفه. طبعا هنا بهاب help sick animals بتساعد الحيوانات الايه المريضه. هنقول طبعا عندنا سيد مسافه تعادل الكلمه نبدا الجمله بحرف كابيتال وفي نهايه الجمله نضع في الصبح نقول I would like to be
أنا أريد أن أكون، أود أن أكون a vet، طبيب بيطري. It's an interesting job، إنها طبعا وظيفة شيقة. I like helping sick animals، أنا بحب مساعدة، أنا أحب مساعدة sick animals، الحيوانات المريضة. ممكن نقول my dream job، يعني هنا وظيف حلم وظيفتي أو وظيفتي طبعا التي أحلم بها. is to be a vet، إن أنا أكون طبيب بيطري، يعني وظيفة حلمي هنا my dream job، وظيفة حلمي is بتكون to be، أن أنا أكون a vet، طبيب بيطري. وأعمل ممكن فاصلة كده وأقول I want to be، أنا أريد أن أكون an animal doctor، يعني طبعا إيه طبيب للحيوانات. because بسبب I love، لأن أنا أحب طبعا الـ animals الحيوانات so much جدا. ممكن أقول I would like to work، أنا أود أن أعمل at the zoo في حديقة الحيوان. طبعا ممكن to لكي، care of the health أو the health لكي يهتم، طبعا بيهتم بالصحة of animals الحيوانات there هناك. ممكن نقول كمان I can، أنا يمكنني work with، كمان نكمل with يعني مع pets الحيوانات الأليفة and farm animals والحيوانات المزرعة to أيضا. نقطة وأقول I will، أنا سوف help sick animals، سوف أساعد الحيوانات الإيه المريضة. وبعدين نكمل نقول to feel better لكي طبعا إيه تتحسن. ممكن نقول كمان this job seems، هي هذه الوظيفة seems تبدو to be، إن هي تكون interesting شيقة أو رائعة. يبقى أجيل مرة ثانية هنا I would like to be a vet. It's an interesting job. I like helping sick animals. My dream job is to be a vet. I want to be an animal doctor because I love animals too so much. I would like to work at the zoo to care of the health of animals there. I can work with pets and farm animals too. I will help sick animals. طبعا to feel better لكي طبعا تشعر بتحسن. This job seems، هذه الوظيفة تبدو to be interesting شيقة. أو رأيكم في الفيديو. شكرا مشاهدة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.